أكثر تفاعلا لهذا الأسبوع هو ذيبة المبارك ويستاهل. تفضل إذن مايك الطافي، تفضل في الكفش الروم. طيب في الكفش الروم يا أديب شغل مايك. ها ايش رايك في ذيبة المبارك يا غازي الاسبوع هذا؟ ذيب مبدع، وقد قلتها له، ذيب بالريالتي عفوي واسلوبه اللي قاعد يقدمه جدا جميل. ابدع الاسبوع ولا من بدا البرنامج انا اشوف ذيب مبدع. انا اشوف ان عنده امكانيات فائقه، لكن باقي بعض الامكانيات ما طلعها. مواهب ما شاء الله تبارك. هو البرنامج باقي عليه شهرين ويمديه يطلع كل شيء. ذيب معنا؟ معاك حبيبي قل. طيب يا ذيب لبيه، وش تقول للناس اللي اختاروك الاكثر تفاعلا؟ اقول الله يبيض وجيههم. اعطونا صورتك على الشاشه. اقول الله يبيض وجيههم، تسمعوني؟ اي نسمعك نسمعك. اقول الله يبيض وجيههم وما قصروا، يعلم الله، والكلمات لا توفي حقهم، وان شاء الله وانا واثق تمام الثقه انهم ما يرشحون الا من هو احق لهذه الجائزه، وطبعا اهديها لي ولاخوان المتسابقين. ما تفاعلت الا بتفاعلهم، يعلم الله. استاذ ديب، انت ديب قالوا ان عندك مشاركه، تفضل يا ديب. اقول حنا لنا سمعه ولاصحابنا سمعه، نحكي عن انجازك وتحكي عن انجازي، والفقره اللي من الجمعه لي الجمعه يشع نور الفضاء في غازي وغازي. صح لسانك، وهذا رد كبير على اللي ينتقدون الشعراء في هذا البرنامج. جينا نشوف الشعراء متميزين في هذا البرنامج. ماني بشاعر يا غازي، لا طول عمرك. منشد هو ذيب، لكن صح لسانك. الابيات ذي لك يا ذيب. الله الله، كفو تستاهل. ما يسوي الابيات ذي الا شاعر. ما القب نفسي شاعر، لا، بس اكتب بيت بيتين للغالي، بس ترى الغالي هي اللي تهض القريحه، ولا ماني بشاعر يعلم الله. ما تقصر وصح الله لسانك. خاطره اسميها خاطره. صح لسانك يا ذيب. ونبدأ بالسؤال الأول، يقول لك ما هو أطول أنهار أوروبا؟ عطونا التايمر. يا رال عاشوا الحين ما حد يقدر يغششك يا ذيب. طيب معك 10 ثواني. هو في حرف الزاء، ما أدري. أطول أنهار أوروبا؟ إيه. ما في مساعدات كذا. 5 4 3 ذي حرف الزاء. 2 خلاص إجابة خاطئة. 1 الإجابة خاطئة، ونروح للسؤال الثاني إن شاء الله بالتعاون. غير ما جاوبت. أرجع ما أضحكم بيتين. يا ذيب والله ودنا نساعدك يا ذيب، لكن هذه آلية المسابقة وآلية الفقرة يا ذيب. طيب ذيب السؤال الثاني، ما عملة سويسرا؟ هذا تقع بسيط. لا والله وين بسيط. 10 ثواني يا ذيب. يبدأ بحرف الفاء. رايز. إيش؟ رايز. ها؟ غير رايز. هاي ذيب. جاوبت. إجابة خاطئة يا ذيب. لا. إجابة خاطئة. عطى السؤال الثالث. السؤال الثالث، متى كانت غزوة خيبر؟ سؤال سهل. إذا ما ذاب بطلعك برا تروح نتنا. غزوة خيبر. ها. ترى قاعدين نزودك ثواني وانت تدري على الفكره يعني. والله الثامنه. سابعه. طيب السابعه اجابه صحيحه، وخصم على عبد الله العساف وسلطان القحطاني من الكنترول. السؤال الرابع. السؤال الرابع يا طويل العمر، ما قصرت، جاوبت على جواب واحد. كم صمام للقلب؟ 4 صمامات. يا سلام، اجابه صحيحه. خلاص الأسئلة؟ لا باقي سؤال يا غازي. بدي أعطيك سؤال سهل لكن الآن أخذت نسبة 40% يا راح نتزود. باقي سؤال. طيب السؤال يقول يا ما الله برزق، ما حسبنا الإحصاء. ما هو اسم بيت الدجاج؟ سؤال سهل. حظيرة. لا. غير غير غير. سريع. نعطيك فرصة. بيت الدجاج. إيه. يا رجال عشة. من حرفين. لا. فخ. لا. ها كأنك يبدأ بحرف القاف. جحر. طيب إجابة خاطئة، ولك 40% يا ذيب. تستاهل، تفضل هنا تعال. وش اسمه يا غازي؟ قن. أرعى قن.
ذيب استاهل 40 نسبة 40%، ونقول له حظ أوفر في قادم الأيام.